السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك، وفي هذه الحلقة الجديدة والاستثنائية وبداية شهر رمضان. أنا سبحان الله يعني كثير الحلقة عطتني طاقة، مع أنه الواحد ما نايم كثير بجوز ويفتقد كأس الماء ويشعر بجفاف، لكن هناك طاقة، هذه التعليقات وهذه الاتصالات، هذا الحب، هذه الطاقة الاحتفالية التي فعلا تشعر الإنسان بهذا الفرح، ونحن مطلوب منا، مأمورين شرعا نشعر بهذا الفرح. اسمحوا لي أن أرحب عبر الاتصال بالشيخ أحمد عبد الرزاق الغانم، هو الباحث في الدراسات الإسلامية. سعد صباحك أستاذ أحمد. أسعد الله صباحك وحياك الله دكتور أحمد، أنت والإخوة المشاهدون والمستمعون جميعا. حياكم الله، حياكم الله، شرفتمونا من الكويت الشقيقة. وما أعرف الأجواء عندكم، هل هي حارة ولا لساته الجو ربيع؟ فبداية كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر الطيب المبارك، وأن يعيننا وإياكم فيه على الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم فيه من العتقاء من النار. بارك عليكم الشهر وعساكم من عواده جميعا إن شاء الله. آمين آمين. حياكم الله. حياكم الله أستاذ أحمد. بلا شك يعني فريضة الصيام هي من أكثر الفرائض التي يعني إذا نظرنا بين عموم المسلمين هي الأكثر محافظة عليها، يعني أكثر يعني الكل، يعني حتى لو كان مقصر بغير عبادات، حتى لو كان يعني بعيد عن كثير من الأجواء الإيمانية، لكن هي بتحس في الغالب هي جزء من حياتنا، يعني من حياة المسلمين، حتى لو قصروا بغير أمور يعني غير عبادات، بس الصيام بيحس أنه لا سأصوم. لكن هذا لا يغني عن الحديث عن فرض لماذا الصيام، لأنه إدراك الحكمة وإدراك الهدف والغاية من العبادة هو الذي يجعل، خلينا نقول، الاحتساب أكثر عند الشخص، ويشعر، خلينا نقول، هذه العبادة مركزة وموجهة، عارف الواحد لماذا يصوم، ما الغاية التي سيحققها من هذا الصيام. يعني هي لا تكون إذا إجابة هذا السؤال من باب إقناعنا بالصيام بقدر ما هو من باب جعله أكثر فعالية في تحقيق هذا الهدف. فلذلك أريد أن أبدأ بهذا السؤال: الهدف من الصيام، لماذا فرض الصيام؟ أحسن الله إليك دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مكفرا لهم من الذنوب والآثام، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وصام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام. وبعد، بداية نهنئ الأمة الإسلامية، جميع عموم المسلمين جميعا في أصقاع الأرض في هذا الشهر المبارك الذي تتلهف إليه القلوب وتلفظ القلوب قبل الألسنة قائلة مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب صادق، كل حب في سوى المولى حرام. الله أكبر. الصيام هو ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية في بدايتها النداء لمن؟ لعباد الله المؤمنين، فكل مؤمن يستشعر أن الله يناديه: يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك فأنت مؤمن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني الصيام ليس فقط لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الصيام قد فرض على الأقوام السابقة كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، ما هو الهدف من الصيام؟ ما هي الحكمة كما تفضل الدكتور أحمد؟ بعض الناس يقول صوموا تصحوا، هذا صحيح. بعض الناس يقول نصوم حتى نستشعر النعمة التي نحن فيها، هذا صحيح. بعض الناس يقول نصوم حتى نشعر بالفقراء، نعم هذا صحيح، ولكن هنالك سبب أسمى وأعمق وأدق من هذا كله، وهو قول الله جل وعلا: لعلكم تتقون. يعني الهدف الأسمى من الصيام أن نحصل تقوى الله سبحانه وتعالى، بيننا وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية،
أن نجعل الرصيد لنا عند الله سبحانه وتعالى حتى نكون من عباد الله المتقين. جميل. دكتور أحمد، في بداية الصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كما كان يصوم قريش، يوما واحدا ويصومه هو عليه السلام، هو يوم عاشوراء. ثم لما انتقل وهاجر إلى المدينة المنورة صام عاشوراء وأمر الناس بصيامه في السنة الأولى من الهجرة. فكان الصيام في صدر الإسلام، في بداية الإسلام، هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم واحد وهو عاشوراء. في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام ونزلت هذه التي أوجب الله فيها الصيام، فبعدها أصبح عاشوراء من باب التطوع، وأصبح صوم شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم ومسلمة. جميل جميل. وما أعظمها من نعمة، يعني يجب أن ننظر إليها، ليس التكليف فيه مشقة بقدر ما ننظر لها أنها فعلا نعمة، لأنها ستوصلنا كما تفضلت إلى التقوى والقرب من الله عز وجل. والكل يستشعر هذا الأمر، سبحان الله، منذ دخول مغرب آخر الأمس، يعني تشعر الإنسان أن هناك شيء فعلا اختلف، يشعر حقيقة الإنسان بهذا القرب وهذه الروحانية. رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الخصوصية، يعني كما يقال أنه نزول القرآن هو الذي أعطى هذا الشهر هذه المكانة وهذه الفضيلة، كيف يجب أن تكون علاقتنا مع القرآن في هذا الشهر الكريم؟ الله أكبر. شهر رمضان كما يسمونه هو شهر القرآن، كما تفضل الدكتور أحمد، نزل القرآن الكريم في شهر رمضان، فأخذ شهر رمضان خصوصية عن باقي الشهور. ثم هو نزل في العشر الأواخر، فأخذت العشر الأواخر خصوصية عن باقي الأيام في شهر رمضان. ثم هو نزل في ليلة القدر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأخذت ليلة القدر الخصوصية العظمى والفضل الأكبر في كل ليالي رمضان. وهذا هو شأن القرآن سبحان الله، كلما التصق بشيء زاد شرف الشيء. فعندما نزل القرآن مع جبريل كان جبريل هو أعظم الملائكة، وعندما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين، وعندما نزل على المسلمين على أمة محمد كان من يحمل القرآن هو من أهل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه. فالقرآن شأنه عظيم، ونزل في شهر عظيم، فازداد عظم هذا الشهر الذي هو شهر فيه صيام ونزل فيه القرآن الكريم. طبعا كان كثير من أهل العلم وكثير من سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كانوا في شهر رمضان يتركون حتى مجالس الذكر، مجالس الفقه ومجالس العلوم الأخرى، وينكبون على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وفهما وتدبرا، لأنه شهر القرآن. بل إن بعضهم كان يغلق حانوته الذي كان يكتفي قبل رمضان ويعد العدة ويعد الزاد، كان يتفرغ في شهر رمضان فقط لتلاوة القرآن طبعا وباقي أنواع العبادة. ما شاء الله. شهر رمضان كما يقال هو شهر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن آمين. الذين هم أهل الله آمين آمين يا رب. وكما تفضلت، يعني لا يصح ولا يتصور للصائم الذي يقضي 14 ساعة، عندنا 14 ساعة، عندكم أقل قليلا ربما شيخ أحمد، لكن لا يتصور منه أن لا يكون له حصة ساعة من النهار أو ساعات من النهار كله حسب جهده للقرآن، يعني يجب أن يكون هناك حصة. شيخ أحمد، كلنا مع بداية رمضان نستعد على الجانب النفسي، على الجانب حتى أحيانا مستلزمات رمضان، زينة رمضان، إخبار أطفال، هناك تغييرات تحدث في برامجنا، في ساعات دوامنا، في ساعات نومنا، هذه التغيرات التي تحدث على صعيدنا الصغير الشخصي، ماذا عن التغيرات التي تحدث في السماء والأرض استعدادا لقدوم رمضان؟ أحسن الله إليك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الصحابة برمضان كان حتى طريقة بشارته طريقة يعني يشعر فيها السامع أهمية هذا الشهر،
وأهمية هذا الضيف المبارك، هذا الضيف الكريم، هذا الضيف السريع المرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا أصحابه: أتاكم رمضان. لاحظ أتاكم وكأنه زائر خفيف الظل. جميل. أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين. لاحظوا هذه الثلاث أمور كلها يعني على غير العادة في العام كله. في العام كله لا تكون أبواب الجنة مفتحة، ولا تكون أبواب النار مغلقة، ولا تكون الشياطين مصفدة بالأغلال، ولكن في شهر رمضان أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح أبواب الجنة تغلق فيه أبواب الجحيم تصفد فيه الشياطين. فيه ليلة يقول عليه الصلاة والسلام هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذا التغيير الذي يسمى، وهذا التغيير الذي يحصل لقوانين الكون التي وضعها الله بأن تكون أبواب السماء مفتحة، أبواب الجنة وأبواب النار مغلقة، والشياطين مصفدة مغلة بالأغلال، هذا الحدث العظيم الذي فيه تغيير يجب علينا نحن أن ينعكس علينا هذا التغيير، كما أن هناك تغيير عظيم يجب علينا أن يكون عندنا تغيير في النفس، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأخي الدكتور أحمد، عندما نقول نتوب إلى الله، بعض الناس يعتقد التوبة يعني تخص إنسان هو غارق في كبائر الذنوب وفي المعاصي وكذا وكذا. كلنا يحتاج إلى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي روايات أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. كلنا ذو ذنوب وأخطاء، فنحتاج أن نجدد التوبة، وخصوصا في شهر تكون فيه أبواب السماء مفتحة للتائبين، للمقبلين، للعائدين إلى رب العالمين. فهذا الشهر المبارك هو شهر تغيير، هو محطة. الإنسان عندما يمشي سبحان الله في سيارته يحتاج إلى محطة حتى يتزود من الوقود، عندما يمشي في آليته يحتاج بعد فترة إلى صيانة، إلى هاتفه، إلى سيارته، إلى أي شيء في الأمور التي يستخدمها. نحن قلوبنا بحاجة إلى إعادة فلترة، إلى أن نخمها، القلب المخموم الطاهر التقي النقي. كيف نحصل على هذا؟ في شهر رمضان المبارك. جميل. الإسلام جعل لنا محطات، هناك محطة يومية وهذا بفضل الله، ومحطة أسبوعية وهذا بكرم الله، وهناك محطة سنوية وهذا بالفضل والخير من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. فهذه المحطة يجب علينا أن نحصل التغيير ونتزود، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نتزود من الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال التي نعملها في رمضان يجب علينا أن نستمر عليها بعد رمضان. نعود أنفسنا على الطاعة، نعود أنفسنا على ترك المعصية، كما بدأنا في كلامنا دكتور أحمد. الصيام هو لتحصيل التقوى وليس مسألة ترك للطعام والشراب. صحيح أن في اللغة ما هو الصيام؟ الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم هذا صحيح. الآن أنا أتيت بالعموم، ولكن هناك تفاصيل للصيام. أولم يقل عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه. لاحظ أخي الدكتور أحمد وإخواني المشاهدين والمتابعين، لم يقل ليس بصائم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الصيام فقال: رب صائم، يعني هو صائم، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مخيف. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: نعم، من لم يدع قول الزور يعني الباطل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن نرجع إلى الهدف الأسمى، الصيام هو مدرسة للعباد، مدرسة للمؤمنين. المسألة ليست فقط إمساك عن الطعام والشراب ثم نقصر في الصلوات ثم نستمر على المنكرات ثم نستمر على نفس الأخلاق التي كانت قبل الصيام في الصيام، ولكن الصيام كما قلنا هو محطة وهو تغيير. فيجب عليك أن تتغير في رمضان، أنت صائم تمسك لسانك وتمسك نفسك عن كل
ما يبعدك عن تمام هذا الصيام الذي فرضه علينا رب الأنام سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله، جميل جدا. يعني كما تفضلت، يعني يصل الإنسان إلى رمضان منهك القلب بعد عام أو 11 شهر وهو فعلا بحاجة إلى هذه الجرعة، وبحاجة إلى هذا القرب، وبحاجة إلى الاتصال الأوثق، طبعا دائما في اتصال، بس اتصال أوثق مع الخالق عز وجل في هذا الشهر بكل ما فيه من منح ربانية. يعني رب العالمين يعني أعطانا كما قلت شهر رمضان وهو مليء بالمنح والعطايا، من عطايا الأجر ومضاعفة الأجر. ماذا يمكن أن يعني نذكر باختصار؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكما قلنا تجعل الإنسان يحتسب أكثر في كل عمل يقوم به. ماذا يمكن أن نتكلم عن المنح الربانية التي يعني أودعها الله في هذا الشهر الكريم؟ نعم، كما قلنا هو محطة، رمضان هو محطة لعباد الله كي يتزودوا. تخيل هناك خزنة من الله سبحانه وتعالى فتحت أمامك، فيها من جميع أنواع ما تشتهي وتلذ الأنفس من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل الآن نفسك إنسان فتح لك ولله المثل الأعلى خزينته، هذه الخزينة التي فيها كل شيء من الذهب الخالص والأموال والنقد وكل شيء، وأعطاك فرصة، قال خذ ما شئت، والفرصة عندك 30 يوما، عندك 30 يوم وخذ ما شئت. فأنا أولكم والكلام لنا جميعا، هل ستغفل لحظة من اللحظات، أو هل ستستريح، أو هل ستتزود بشيء بسيط تذهب وتأتي وتحمل بقبضة يدك، أم ستحاول أن تحمل حتى فوق طاقتك؟ لأن الوقت محدود والمكان فيه مفتوح، فيه كل ما تشتهيه وكل ما تريده. كذلك شهر رمضان، شهر رمضان هو فرصة لأن نحصل فيه من الأعمال الصالحات، من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث تحفزنا وتشجعنا للتزود من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. الله أكبر. كلنا الآن نعبد الله، لماذا نعبد الله؟ أولا محبة لله سبحانه وتعالى، ثانيا مخافة من ناره، ثالثا طمعا في دخول جنته. فعندما نسعى بأن نعتق أنفسنا ونعتق رقابنا من النار، أكيد سيكون مصيرنا إلى الجنة. والدليل هو قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لأن في الآخرة ليس هنالك مكان ثالث، إما الجنة وإما النار. تخيلوا الله سبحانه وتعالى أعطانا من ربانية بأن هناك قائمة من عباد الله في كل ليلة من ليالي رمضان، في ليلة القدر فقط وليس في العشر الأواخر فقط، بل هذه المنحة بدت من الأمس. في الأمس صلينا التراويح، الناس هو يعتبر ليلة من ليالي رمضان، ف هناك منحة في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله قائمة من عباد الله من النار. نجتهد ونجد أن نكون من ضمن هذه القائمة، والفرصة في 30 يوما، ليست ليلة وليست ليلتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا ومحمسا المؤمنين المسلمين المبادرين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر فيه، صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله. عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة التي هي خير من عبادة 1000 شهر. عندما تقوم الليلة سواء بذكر أو بصلاة أو باستغفار أو بصدقة أو تنوع هذه العبادات جميعا، العبادة فيها خير من 1000 شهر، تنزل فيها الملائكة وتنزل فيها الرحمات من الله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يحرص على كل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، لا يخرج من هذا الشهر إلا وقد أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بأن أعتق رقبته من النار وبأن بدل سيئاته إلى حسنات.
الله أكبر. يعني كما ذكرت، يعني فرصة تتلوها فرصة، فرصة الصيام، فرصة القيام، وفرصة قيام ليلة القدر. يعني وكما ذكرت، يعني لفتني يعني خاطر، قلت ما أسعد من دخل في الأمس، ليلة الأمس، من عتقاء شهر رمضان، الليلة اللي ربما البعض ما حس لسه أصلاً أنه بدأ رمضان، باعتبار أنه لسه ما صمنا، وهناك عتقاء كما لا. قال عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، ومنها الليلة الأولى من رمضان. ما أسعد من كان من عتقاء النار، وإن شاء الله يا رب نكون جميعا خلال هذا الشهر من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم. أستاذي وشيخنا العزيز الأستاذ أحمد، يعني شاكرين جدا لوجودك معنا في أول أيام رمضان. نسأل الله أن تكون هذه الكلمات التي خرجت من القلب أن تلامس قلوب كل المتابعين، وأن تكون ذكرى من الذكرى التي تنفع كل مؤمن، من أجل فعلا أن يستشعر أكثر عظمة العبادة التي يقوم بها، وأن يجعل نوعية كما تفضلت في أن في أبعادها، في امتناعه عن الخطأ والذنوب والمعاصي، في كف لسانه عن الآخرين، وغيرها مما تفضلت به. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، نعم تفضل. كان عندنا وقت، يعني هناك وصية أخيرة. طبعا طبعا، أريد كنت أريد أن أقول ذلك. نعم هناك وقت، والعكس كلنا أذان صاغية، أريد أن أسمع منك فعلا وصية أخيرة لكل من يسمعنا. بارك الله فيكم دكتور. كما أننا عرفنا فضاء رمضان والمنح الربانية في رمضان، يجب علينا أن نعرف أن هنالك أمور حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم منها، وهنالك أمور نحن من النعم التي يجب أن نشعرها أيضا. مجرد الآن المشاهدون المستمعون، مجرد أن دخلكم رمضان فهذه نعمة عظيمة، مجرد أنك أدركت شهر رمضان هذه منحة عظيمة ترى. صحيح. تكلمنا عن التفاصيل، ولكن قلنا مجرد أن الله اختارك. في الأمس كان هناك وفيات إعلان دخول رمضان، وفي صلاة العصر كان هناك جنائز، وقبل أكيد في العالم كله قبل رمضان بدقائق كان هناك وفيات. اختارنا الله نحن لنكون ممن يدرك رمضان ويدرك هذه الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم حدث حادثة على عهده، وكان من قام بهذه أو من روى هذه الحادثة أن طلحة بن عبيد الله، وهو من العشرة المبشرين الجنة رضي الله عنه وأرضاه، طلحة بن عبيد الله روى لنا قصة عجيبة. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أسلم دخلا في دين الله سبحانه وتعالى، فكان الأول مجتهد في الطاعة والعبادة أكثر من الثاني. الأول في الطاعة والعبادة، ولما نادى منادي الجهاد أن يا خيل الله اركبي، ذهب الأول ملب لنادي لمنادي الجهاد وجاهد في سبيل الله حتى استشهد. في العام الذي بعده مات الشخص الثاني الذي هو أقل درجة في الاجتهاد في العبادة، ومات حتف أنفه، يعني لم يمت شهيدا. فطلح بن عبيد الله رأى هذان الرجلان في المنام، رأى يقول رأيت أني على باب الجنة، فخرج رجل من الجنة قال فأدخل معه الرجل الثاني. تخيلوا، ليس الرجل المجاهد، ليس الرجل المجد في العبادة، بل أدخل الرجل الثاني إلى الجنة، ثم خرج، ثم أدخل الرجل الأول الذي هو مات شهيدا ثم خرج. فطلح بن عبيد الله قال فأردت أن أدخل معه إلى الجنة، فقال لم يأني بعد. طلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة، ولكن كان ما زال على قيد الحياة. فلما قام من نومه حدث الصحابة بهذا المنام، تعجب الصحابة مما روى طلحة بن عبيد الله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فيما تعجبون؟ يعني أنتم تتعجبون أن الرجل الثاني الذي كان أقل جهد في العبادة ولم يمت شهيدا دخل الجنة قبل الأول؟ قال فيما تعجبون؟ أولم يعش سنة كاملة، والشاهد بعدها أولم يصم رمضان، الله أولم يصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى. لاحظوا، يعني لأنه أدرك رمضان أكثر من الذي مات شهيدا دخل الجنة قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ارتقى المنبر، في الدرجة الأولى صعد فقال آمين، ثم في الدرجة الثانية قال آمين، ثم في الثالثة قال آمين.
فقال الصحابة: يا رسول الله، وما آمين؟ لماذا قلت آمين؟ ما هي المناسبة لقول آمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. فقال عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي جبريل: يا محمد، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على سيدنا. فقال جبريل: يا محمد، رغم أنف رجل أدرك رمضان. رغم أنفه، يعني رغم أنفه في التراب، يعني كأنه خسر وخاب. رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. فيجب علينا أن نجد ونجتهد في العبادة حتى لا قدر الله أن نخرج من رمضان ونحن لم نحصل ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو لعلكم تتقون. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه التذكرة الرائعة، وإن شاء الله هيك الله يتقبل منا ومنكم. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خيرا أستاذ أحمد. وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة. حياكم الله. حياكم الله. أعود أحبائي المتابعين إلى شيء من التعليقات، الكثير من التعليقات حقيقة أمامي، سأدرك هيك على السريع. وسيم ساري يقول: رمضان مبارك عليكم. مالك القيصر كذلك. محمد حسام: أنا معكم. عم يقول: أهلا وسهلا، نورتنا. محمد قاسم: كل عام وأنتم بألف خير لأبي وأمي، أتمنى لهم الصحة والعافية، اللهم آمين. المحتسب بالله عم تقول: أنا خالئ حسن، مستمعة صامتة من سنتين ونصف. الله يسعد صباحك يا رب، سعداء بكم. كل عام وأنت بخير. من محمد قرطومة ومن محمد أبو شلة. عبد الغني يقول: رجاء بتمنى تعيدوا برنامج عرق سوس خلال فترات النهار، ولكم جزيل الشكر. إن شاء الله يعني سنفعل المستحيل لتكون قدر الإمكان طلباتكم مجابة بإذن الله. علي أمون: ما أجمل أن يصادف عيد ميلادك أول يوم الشهر الكريم، كل عام وأنت بخير، الله يسعد صباحك يا رب. محمد الحسن: صباح رمضان معطر بالورد والربيع. أيضا زهير الحمدان: شعر جميل رائع خلاب، يسعد صباحك زهير، كنت حسج لك غياب بس الحمد لله لحقت حالك. أيضا محمد الحسن قلنا قرأنا. طه خليل: صباحكم مبارك. وأيضا عبال 100 سنة: يسعد صباحك يا رب. محمد قاسم بيقول: صوته قريب لمازن الناطور، صوته بالشعر للأستاذ حسين. وأيضا: كل عام وأنتم بخير. من عبد الرحمن حاج الملك ومن ممار أحمد: رمضان مبارك. يقول خليل: كأنه ما عاد وضح الصوت، بس أنا فيما ظهر عندي أنه الصوت كان واضح، فما بعرف شو المشكلة، لذا ليش ما نسمع الصوت. جميل فاضل البستاني يتصل عبر الفيسبوك. جميل، بإمكانك تتصل، ممكن نفتح يعني إذا حدا حاب يتصل ممكن نفتح اتصالات 10 دقائق فقط قبل نهاية البرنامج. أخوة في كنترول، إذا في أحد سيتصل ممكن نفتح 10 دقائق أخيرة أيضا لمن فاته الاتصال، لأنه أنا قلت أنه حيكون في فقرة اتصال أخرى، فأهلا وسهلا باتصالات. فاضل بستاني ممكن أن تتصل عبر القناة. رجب عاشور: السلام عليكم، رمضان كريم عليك وعلينا. محمد قاسم عم يقول: في أناشيد مع صوت فضيلة الشيخ، ما بعرف، أنا ما كان ظاهر عندي هذا الشيء، لكن أرجو أنه ما يكون المشكلة عند الجميع، وياريت الأخوة في الكنترول ينتبهوا على هذه النقطة. رجب عاشور أيضا بيعمل تاج لعدنان عاشور، وهي إلنا نحن بدنا نرحب بالجميع وبدنا الكل يعمل تاجات. صباحكم مسك من أحمد فلاحة ومن مالك القيصري حبيبي حمودي، وبارك الله فيك من محمد القاسم. إذن لهلا عم يقول موجود أنشيد شباب الكنترول، في شيء طالع، في تداخل شيء بالاف ام، لو تشوفونا الوضع مع صوتنا
يعني انه ما تمام عم يقولوا الشباب انه عاد الشيخ ما كان في هلا فيك ارضيه. طيب مصطفى عقاد ايضا كل عام وانت بخير استاذ احمد ورمضان كريم. وهي رجب عاشور عامل تاج ايضا للدكتور رمضان عاشور. بدنا فعلا الكل ما شاء الله كثير اليوم من التعليقات. بداية إذا شهر فضيل، بداية شهر مليء إن شاء الله بالحب والرحمة. كثير من الأفكار المهمة ذكرها الشيخ. نحن مثل ما قلنا والآية دائما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بفضل الله يعني الإنسان منذ أن عرف طفولته معظمنا وغالبيتنا يصوم، لكن دائما يجب أن يتذكر ما هي الغاية وما هي الهدف من هذا الصيام، ما هي الثواب الذي ينتظره حتى يحقق المعادلة التي ذكرها النبي إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني هو مؤمن بالفرض وعرفان ليش فرض هذا الصيام لعلكم تتقون. احتسابا أنه عم يستشعر، يعني عم يطلب، يعني أنت بتشتغل احتسابا يعني تطلب هذا الأجر، يعني يا رب أنا أطلب العتق من النار، أطلب أنه الله يغفر إلي لأنه رغم عبد أنف أدرك رمضان فلم يغفر له. الطلب هذا واستشعار أنه أنا كل فريضة بسبعين فريضة والسنة بفريضة، استشعار أجر قراءة القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وبرمضان أصلا الحسنات مضاعفة، فإذا بيحسب الواحد بيطلع معه ملايين الحسنات من خلال قراءة وتلاوة القرآن الكريم. لسه الشباب عم يقولوا في تداخل، ما بعرف ليكون بس بالتطبيق ولا بالاف ام، يعني الشباب اللي عم يكتبوا التعليقات هن عم تسمعوا عبر الاف ام كاف ام يعني بالسيارات مثلا ولا بالتطبيق. حتى ان شاء الله نحل هذه المشكله، يعني الان البرنامج انتهى بس على الاقل لاي برنامج قادم انه نكون نحل هذه المشكله اذا كانت موجوده. مرة أخرى إذا كان في تعليقات فاتتني، أحمد عيسى عم يقول يا سلام على هيك صباح، الله يسعدك يا رب. عبد علي عبد الباسط روعة هذا الكلام، هذا التعليق غالبا كان عند الشعر لأني رجعت لورا بعض التعليقات التي فاتتني. سامحوني إذا في تعليقات ما قرأتها لكنها كلها تعليقات في القلب. 100 تعليق أمامي عبر الفيسبوك في هذا الصباح، ومع أنه يوم السبت قد يكون عطلة. هلأ عم يقول علاء مخللاتي تمام صار الاف ام، فشكرا بشرت، الله يبشرك بالخير. كل عام وأنتم بخير مجددا. صباحك مسك كما قلنا سيكون معكم 6 أيام في الأسبوع باستثناء يوم الأحد فقط، سأكون معكم 3 أيام وثلاث أيام أخرى مع زميلتنا يارا. اليوم في الساعة 12 ينتظركم يوم بيوم. بعد ذلك عندنا أيضا برنامج ورتل في الساعة 3، في الساعة 5 فتاوى، وفي هناك طبعا لنا فترة للأطفال في الساعة 2 قد لا تكون موجودة اليوم. هناك أيضا مسك بتتحداك على الفطور، بعض هناك عدد من الفقرات المسجلة والمواعظ الدينية والدروس الدينية المميزة ستشاهدونها تباعا. وفي المساء أكيد كلنا متشجعين ومتحمسين لأحمد الشامي وبرنامج عرقسوس إن شاء الله، معني ما بحب العرقسوس لكن أحب أكيد برنامج أحمد العزيز. خلينا الآن نودعكم ونقول إن شاء الله في أمان الله، نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين مرة أخرى. رمضان مبارك، رمضانكم مسك، وإن شاء الله رمضان غير بإذن الله هذه السنة بعدة اعتبارات، أهم طبعا أنه نحن الآن نتحرك بحرية بعيدا عن الكورونا وضوابط الكورونا والحجر وأغلاق المساجد. هذه نعمة بحد ذاتها إلى جانب نعمة أننا بلغنا رمضان. مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير، نلقاكم إن شاء الله بعد غد في حلقة جديدة من صباحك مسك، وفي أمان الله. صباحك مسك، صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر.
وسحر الأناضول ينساب عشقا سميت وجبن وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتهون وأكثر